الخاص ملي نلعبوا معاه غدا فريق توغولي اللي في في الشامبيون ديالو يلعب واحد 23 مباراه الكلاسمون ديالو مرتبه الرابعه الفريق اللي كيسجل بزاف الاهداف عنده نقص في الخط الدفاعي ما كيهمناش حنا الخصم خاصنا نحترموا الخصم كيما يهمنا كيهمنا هو الفريق ديالنا كيفاش كنستعدوا ليه كيفاش غيكون لو جور جي بديك الصوره وبديك الشخصيه وديك العقليه كيفاش انطاميو الماتش ديالنا وكيفاش خصنا نكسبوا المباراه ديالنا وحتى في فيما يخص لي مومون فور الفو كومون بروفيتي باش نحاولوا نسجلوا في اسرع ممكن وقت حتى نديزيكيليبري لادفيرسير.